السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في مكون النشاط العلمي للدراسة عن بعد المخصصة لمؤسسة إيناس ودينا للتعليم الخصوصي. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا اعتدت دائما أن أقدم لكم بعض الدروس الداعمة لمكون الرياضيات، إلا أنني ارتأيت أن أقدم لكم دعمنا في النشاط العلمي. إذا السؤال الأول يقول: أكتب صحيح أو خطأ مكان النقط. نستخدم في حياتنا اليومية طاقات طبيعية فقط. إذا سنكتب أمامها أو في النقط صحيح أو خطأ. الانتشار الحراري هو انتقال الحرارة من جسم أكثر سخونة إلى جسم أقل سخونة. السؤال الثالث: المعادن أجسام موصلة للحرارة، من أهم عناصر الدارة الكهربائية المولد، صحيح أم خطأ؟ يمكن للمرض المعدي أن ينتقل عن طريق اللمس. السؤال رقم 2: أكتب بعض الأمراض المعدية التي تعرفنا عليها. نعم. سؤال رقم 3: ما هي الاحتياطات التي يجب على الفرد اتخاذها لتفادي الأمراض المعدية؟ إذا تعرفنا في درس النشاط العلمي وقمنا بدرس في الأمراض المعدية، وتعرفنا على مجموعة من التدابير والاحتياطات التي يجب على الفرد أن يتخذها. بالنسبة للسؤال رقم 4: اذكر طرق الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية. إذن اذكر بعض فقط، ليس كل، هناك عدة طرق للوقاية والعلاج من الأمراض المعدية. وقانا وأوقاكم الله من هذه الأمراض، دمتم سالمين، ونلتقي إن شاء الله غدا في تصحيح الدعم لمكون النشاط العلمي، وسنمدكم إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين بدروس جديدة. سنبدأ إن شاء الله بحول الله تعالى وإن شاء الله تعالى بدرس طرح الأعداد أو جمع وطرح الأعداد الكسرية التي سبق وأن تعرفنا عليها في المرحلة الأولى للدورة الأولى، فهو بمثابة تتمة لهذه الدروس. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء بحول الله.